المسيح عريس حلو، عمره ما بيزعل عروسته ولا يضربها ولا يطفشها ولا يقولها على بيت ابوكي. المسيح عريس جميل قوي، يحتمل الى اقصى حدود الاحتمال اللي هي بالنسبه له ملهاش نهايه، عشان بيحب النفس البشريه الجميله دي. عشان كده هيبقى جوه العلاقه اللي فيها ابوه وصداقه وعرس فيها توبه وقداسه. التوبه والقداسه وجهان لعمله واحده. في ناس مفكرين دول مرحلتين ورا بعض، خاطي يتوب بعدين يبقى قديس. عندناش دي، احنا عندنا انا خاطي وتائب وقديس مع بعض. في حد فيكم يقولش انا خاطي؟ كلنا خطاه. بولس الرسول قال الخطاه الذين ظلموا، يعني اذا كان بولس قال كده واحنا طول الصلوات بتاعتنا ارحمني اللهم ارحمنا انا الخاطي، وفي نفس الوقت مش خاطي وسايب نفس الخطيه، انا تائب. امتى بقى ابقى قديس؟ في اللحظه دي. القدسات لمين؟ قدسين. فالتوبه والقداسه وجهان لعمله واحده. والانسان التائب هو انسان قديس.